شبه. تسمعوني شباب؟ نسمعك أستاذ. نعم أستاذ، نسمع. السلام عليكم أستاذ. السلام، أهلا وسهلا. نسمعك شوف، واضح. منو اللي كان خير إن شاء الله؟ منو اللي كان محظور غير جنان وأزهار بيوم التقديم مالت الأساينمنت؟ والله أستاذ، يعني قصدك لما اسمه حضر الكلاس، هو اتصور يمكن يوم الأربعاء، يمكن أو الخميس، ما أتذكر. يمكن اكو طلاب انحضروا ورفت بيهم، يعني جنان وازهار. اعتقد جنان قالت لي وازهار دزت لي مسج انه محظورين كانوا، وبعدين دزوا الاساينمنت. بس قبل بعد من وعليكم الموجودين. السلام اهلا لمياء. أستاذ. هو كل الكلاس محظور، مو جزء وجزء، كلنا تقريبا، كل القسم. بس منو اللي كان يريد يسلم الهوم وورك ولقى نفسه محظور؟ ادري فيه هو كل الكلاس محظور. استاذ انا بس انفتح دزيته، كتبت لك بوقتها، قلت لك استاذ انفتح الكلاس ودزيت السلام عليكم استاذ. ماشي. عليكم السلام ورحمة الله. العفو استاذ، هو بيوم الاربعاء بالضبط كليتنا انحضرنا، بحيث احنا جينا نفتح الهاي ما لقينا اي هاي، الدافع والمدافع انحضر. فتحوا يعني حتى الجمعة يمكن. ابو فاطمة هم نفس الحالة، هم قال اني دافع القسط كله ومع ذلك انحضرت. تمام. إذا فاول ما انفتح راسا دزينا، نعم وكتبت لك انا استاذ يعني. قلتي لي ماشي، مو مشكلة، مو مشكلة، راح نعتبرها انه كل هالكلاس كانت يعني مسدودة الكلاسات، والمتأخر كان نتيجة الكلاسات. هذا الى حد يوم الجمعة. الجمعة هي انفتحت الكلاسات. تمام يستر مو نعم استاذ. دزينا. تمام. يلا ان شاء الله خير ان شاء يعني الله. بزين دزيته من يوم السبت، انت مذاكر دزيته من اسم يوم والداي. السبت. اول ما نزل ثاني يوم حل يد، بس ما اعرف المهم صح صح الحال، المهم الحال صحيح والله. يمشي. بعد يوم استاذ مازن، وش انا سؤالك هذا؟ وش سؤالك والله؟ والله خلينا نشوف شكو ماكو قبل ما، يعني محاضرتنا اليوم سهلة، ما عدنا شيء بيها. بداية أنا صراحة اطلعت على بعض الحلول اللي عند الطلاب. أكو طلاب كانوا بادين بطريقة صحيحة، وأكو طلاب ما أعرف بادين بالعكس. عموما أحمد حسن مو تغير حلك. والله العظيم لا، أنا دازة أصلاً. لا لا أدري بيك دازة. عموما شباب، الحال هو بسيط. الحال هو يريد قيمة الفيضان أو الماجنتيود والله بتصغير نفس للصفر. الأرقام مالتي، ولا أقاطعك أستاذ، يعني نفس، يعني خاف تقول بدلت أو شيء، نفس الأرقام مالتي. يعني هسه إلا أقول لك شيكت حلك وجيت أنا عليك هسه قبل مباشرة. تصبر لنا شوية، تصبر شوية، ماشي اصبر استاذ، ماشي. اصبر ما عليك. عدا اكو اشاره، هي ضرب بس انا حاطه زائد، بس انا لا ضارب بالحقيقه. شفتها ما يخالف، بس ماشي استاذ، دقيقة هسه ويصير خير إن شاء الله. ماشي استاذ. فالسؤال يا شباب، عندكم بيانات لعشرين سنة، هذه البيانات هي ريكورد مال الفيضان السنوي. المطلوب انه تصميم منشآت هيدروليكية سبيل واي ووتر واي اكويدكت. العمر الافتراضي لهم او العمر التصميمي لهم هو 75 سنة مثل ما تلاحظون هنا. يريد نسبة الخطر أو الريسك للسبيلوي هي 5% و10% للأكويدكت respectively، يعني على التتابع بين السبيلوي والأكويدكت. يريد الريتيرن بيريود، تصمم على الريتير أو تطلع الريتيرن بيريود وتقارنها ويا السبيسيفيكيشن. هاي نقطة جدا مهمة يا شباب بالسؤال. هذا رقم واحد. هنا يمكن هسه راح تشوفون هنا بهذا السؤال هي ما راح تطلع لك، يعني بالصدفه ما راح تقدر تشوف المقارنه شلون راح تصير، لكن راح اجي اشرح لك اياها واقارن لك اياها حتى تشوفها.
فدا يريد الريتيرن بيريود وقارنها ويا السبيسيفيكيشن، هذا رقم واحد. ويريد الماكسيمم فلود ماجنيتيود، يعني يريد الفيضان او قيمه الفيضان لكل مشروع. طبعا مثل ما قلت لكم الـ يعني الاساينمنت بعدني ما يعني مو كلهم شايفه ولا كلهم يعني مصححه، فاتمنى انه راح انا يعني اعطيكم الحلقه بالاساينمنت، لكن اتمنى تبقى حلولكم نفسها، لان ما تقدر يعني اذا راح تسوي انسبمنت وتقدم لي شيء جديد فمشكله هاي راح تصير. عموما يعني قصدي انه تبقون على الاساينمنتات مالتكم حتى اذا لقيتوا خطا بسيط ممكن نتلافاه احنا بعدين. بدايه المطلوب هو الـ XT، يعني هذه هي الـ Maximum Flood Magnitude. احنا قلنا الـ XT يساوينا الـ X bar، المعدل، معدل الفيضانات لهذه الريكورد اللي انت عندك، زائداً الـ K مضروب في سيجما N ناقص واحد. شفت عند بعض الطلاب راجع لي على سيجما N، ما أعرف ليش، مع العلم أنا نوهت أنه هي سيجما N ناقص واحد، وموجودة عندنا بالمحاضرة رقم 3 أو 4 بالprecipitation. ممكن يعني من الحاسبة من الكالكوليتر مالتك تطلع مباشرة، أو تروح على المعادلة اللي هي X bar minus X الكل تربيع تحت الجذر على N ناقص واحد. قيمة السيجما راح تطلع 892.36، هذا هو يطلع مباشرة مثل ما قلنا إما من الحسابات أو يعني أنت بعد ما تحتاج إلى الحسابات. إذا أنت تستخدم scientific calculator يعني حاسبة علمية بالحاسبة تقدر مباشرة تطلعها من الحاسبة ويطلع لك القيمة، مجرد تدخل هاي القيم اللي هي القيم الفيضانية، مو السنوات، القيم الفيضانية، تطلع عندك سيجما N. حتى الإكس بار استاذ، والإكس بار كذلك نفس الشيء، وراح تطلع عندك هذني القيمتين اللي هي أول قيمتين أنت تحتاجهن بالإكس بار. الخطوة الثانية أنت تلاحظ نعطيك الريسك، من نعطيك الريسك تجي تشوف المعادلة هي شنو هي مالت الريسك. المعادلة مالت الريسك هي كالآتي، المعادلة مالت الريسك هي 1 ماينس 1 ناقص بي للأس إن، الإن هو عمر المشروع الافتراضي، البي هي البروبابيليتي، والريسك هو المخاطر أو الخطر. طيب من آني نعطيني الريسك معناته أكو مجهول بالمعادلة هنا، يعني الريسك هو نعطيني إياه معناته اكو مجهول هنا بالمعادله، هل هو الان ريتيرن بيريد؟ لا مو ريتيرن بيريد، اذا هو مو ريتيرن بيريد، اي نعم الريتيرن بيريد او التي عفوا هنا البي هو المجهول راح يكون البروبابيليتي، يعني انت من تجي على السؤال ما راح تلقى في شيء اسمه الاحتماليه مقدارها هالقد، راح تجي تلقى عمر المشروع وتجي تلقى المخاطر، اذا البي البروبابيليتي هو المجهول. البروبابيليتي احنا نعرفها هي واحد على الريتيرن بيريد، واحد على تي اللي هو دايريدها، الريتيرن بيريد اللي هو دايريدها. شفت بعض الطلاب راجع لي على الجدول يقول لي انه الريتيرن بيريد مالت السبلوي هي 1000 سنه ومالت الاكويدكت هي 50 سنه. طيب اذا انت فرضت التي مباشره عندك وعندك الريسك وعندك الان، شنو هو المجهول بالمعادله؟ ما ظل شيء اسمه مجهول بالمعادلة. ال return period اللي نعطيك إياها 1000 سنة بالنسبة للسبلوي، هذا هو اللي تبدي من عنده. يعني أنت إذا تريد تصمم سبلوي وما عندك بيانات تروح تأخذ 1000 سنة وينتهي الموضوع، بس إذا عندك بيانات وعندك أنت قيم محتملة للفيضان ممكن إذا ترجعها لل return period ممكن راح تطلع لك أكثر من 1000 سنة. ولهذا احنا ليش قلت من البدايه، قلت اكو بعض الطلاب عفوا مشتغلين بالعكس، انت البي اللي عندك هي المجهوله او الريتيرن بيريد هي اللي مجهوله عندك، الريسك بالنسبه للسبلوي هو 0.5. طيب 1 ناقص 1 ماينص بي للاس 75، لما تجي تحلها تطلع الريتيرن بيريد 1462.67. شفت اكو هوايه طلاب طلعين هذا الرقم وهذا الرقم صحيح، هنا تبدي المقارنة، تقارنها ويا الألف سنة اللي أنت عندك بالسبيسيفيكيشن، هل هي أكثر من ألف سنة لو أقل من ألف سنة؟ إذا أكثر من ألف سنة تأخذها مثل ما هي الريتيرن بيريد،
إذا تطلع لك 999 سنة، يعني أقل من الألف اللي حاجيها بالسبيسيفيكيشن، تعوفها وتروح ترجع للألف سنة، تأخذ الريتيرن بيريد ألف سنة. هذه هي المقارنة بينها وبين السبيسيفيكيشن اللي نعطيكم إياها. فلما تطلع الريتيرن بيريد 1462 سنة اللي هي أكبر من الألف سنة، هذا اللي نعطيني إياها بالسبيسيفيكيشن، إذا نأخذ التي أو الريتيرن بيريد تأخذها الماكسيموم اللي هي 1462 سنة. هذا بالنسبة للسبلوي. أما بالنسبة للأكويدكت أو الووتر واي أكويدكت، فنسبة الخطر الريسك عندك 0.1، راح تجي تطبق نفس المعادلة راح تطلع 712.34 سنة. شوفها هي شقد مقارنة ويا 50 سنة اللي احنا نعطيها. نعم 50 سنة هي المواصفة تقول لك 50 سنة، لكن انت شو تسوي اذا انت عندك بيانات وعندك ريكورد حقيقي مسجل وده يقول لك ترى خلال 700 او يعني يقول لك الريتيرن بيريود ترى هي 700 سنة مو 50 سنة، بيجي حالة انت وين تروح؟ تروح إلى الرقم الأعلى دائما. هذا هو المقارنة بين الspecification اللي نعطيك إياها وبين الرقم اللي أنت يطلع عندك. فيما لو ما عندك أنت ريكورد، ما عندك تسجيلات، ما عندك بيانات سنوية، لا تروح تصمم على 50 سنة وينتهي الموضوع. وهذا حقيقة صار هذا الموضوع بالهيدرولوجيا غير مقبول سواء إلا في الدراسات الأولية، يعني الدراسة الفنية الأولية. اليوم أنا إذا أجي أخطط إلى يعني إنشاء أكويدكت أو إنشاء سبلوي أو جسر، بداية المشروع يعني بعدنا أساساً ما حاشين بالتفاصيل الفنية، أنت تروح إلى هاي المواصفات اللي هي الخمسين والألف بداية، يعني أول شلون نقول أول ورقة تنطبع بالمشروع هي هاي. لكن لما يصير تحصيل حاصل انه المشروع لازم يتنفذ، لا لازم نروح الى ريكورد ولازم نروح الى هاي الحسابات الفنية اللي احنا بدنا نحسبها. هذه واضحة يا شباب عندكم؟ واضحة استاذ. تمام، نجي على النقطة المهمة الثانية. حتى اطلع قيمة K احتاج الى YT، تمام لو لا؟ الYT والYN والSN. نجي على الYN، شفت بعض الطلاب رايحين إلى القيمة العليا 0.5277 وقيمة الSN هم رايحين إلى القيمة العليا، ليش رحتوا إلى القيم العليا لYN وSN؟ أحمد حسن السؤال إليك. استاذاني يمكن هم اختارت مو ليش؟ مو عندنا 75؟ لأنه انت استاذ، لا اذا احنا عندنا جدول لحد 100 سنة، فاذا زادت انت عن 100 سنة احنا راح نختار اعلى قيم لحد 100 سنة. انا حالك اعتقد نفس نعم. الحل 100 سنة هي شنية صح؟ 100 سنة هي شنية؟ هذا الجدول. احمد حسن ليش اختاريت القيمة العليا؟ هذا الجدول والله ما أدري هسه بس أريد أتذكر. أستاذ أنا اعتمادا على شرحك للمحاضرة إنه قلت إذا تعدت 100 سنة راح ناخذ 100 سنة. 100 سنة أنت إيه؟ كم سنة عندك؟ 20. أنتوا عندكم 20 سنة. الN هي السامبل داتا، هذا N كابيتال يا شباب. الله يخليكم، بس الرموز شوية لأن ترى والله هي رموز هواية، بس احنا بدنا نحاول نفصلها. اكو N small واكو N capital. المعادلة اللي بيها مالت الريسك اللي هي هاي تقول N small، هذا عمر المشروع، تمام لو لا؟ بس هنا الجدول ايش يقول؟ دي يقول N capital اللي هو sample size. السامبل سايز هنا شنو هو؟ هذا عدد القيم المسجلة اللي عندك انت، هذا مو عمر المشروع. حتى لو فرضا هسه جدلا راح اجي وياكم على الخطا، حتى لو 75، ليش ال 75 ليش ما قدرت تطلعها من هنا؟ يعني ليش رحت لي الى القيمه العليا مال هذا الجدول؟ ليش ما اخذت الواي ان قيمته 0.559 والاس ان قيمته 1.1898؟ يعني حتى لو 75 جدلا فرضا اذا اريد اجي وياكم،
هم انتم القيم ما ماخذيها بشكل صحيح، ما هاي القيم راح تقلب الموازين كلها بالمعادله اللي هي قيمه واي ان واس ان. فالقيم شرحناها بالمحاضره وانا البارحه رجعت اتاكدت من عندها انه انا متاكد على هاي النقطه بالمحاضره، طلعت انا متاكد اكثر من مره انه هذه القيم واي ان واس ان تاخذها على اساس انه الريكورد اللي عندك السامبل سايز، فالسامبل سايز اللي عندنا هي هاي قيم الريكورد اللي عندك هنا هي 20 قيمه مسجله وليس 75 وليس 100. فهاي النقطه تنتبهوا لها يا شباب، لان هذا قلت لك هذا قيمه الكي، قيمه الكي راح تكون مضروبه بالستاندرد ديفيشن، يعني اذا قيمه كي غلط معناته كل حله غلط طلع. طيب قيمه الواي ان من الجدول زحمة عليك استاذ، نعم. يعني استاذ ماجد انت تعتبر هاي الان عدد العينات باعتبار خلينا نقول هيك معنى احصائي عدد العينات، يعني مدة 20 سنة القيم اللي أخذناهم 20 نعم قيمة. نعم نعم, نعم. هو ناطيك إياها سامبل سايز عدد العينات اللي هي 20 عينة. العينات هي شنو هي إحنا اللي عندنا هسه؟ عندنا هي القيم الفيضانية المسجلة. سنين إيه لمدة 20 عام. مو إيه يعني مو عمر المشروع وإنما القيم المسجلة، يعني هسه إحنا إحصائيا لما نتكلم بإحصائيا نقول ناخذ نماذج. إيه أستاذ يعني ابن عينة ترى عين. نعم هاي النماذج هي عينات، ايش كم نموذج عندي؟ عندي 20 نموذج، ايش قيد قيمتهم؟ قيمتهم من 1 الى كذا الى 20. السامبل او السايز سامبل هو 20 نموذج عندك. ما عندك انت لا 75 ولا عندك اكثر من 100. فانت ليش رايح الى القيمه العليا؟ هذا خطا. وقلت لك يعني قلت لك قيمه الكي راح تقلب الموازين كلها. نعم. زين استاذ اسمح لي المثال الاول بالتوتوريال. ايش قد نعطيك اياها؟ ما يعني قايل 4N بس هو 4N. في وقت يعني اتصور يعني يمكن يعني جيت اكثر يعني كان التيم بيريد الف يمكن ما هو نعطيك بالمثال ليش؟ لان ما عندك قيم مسجله واخذت الاس ان وال يعني اخذت هذني من التيبل اخذت على اعتبار انه هو اكثر من يعني اكثر من الماكسيموم كانت عندك قيم مسجله. لا مكتوب بالسؤال 4N يعني هو بالسؤال مكتوب 4N يعني ريكورد اي هذا وين هالسنوات اللي احنا على اساسها انت عندك هنا نعطيك هو الاكس بار ونعطيك الستاندرد ديفيشن لكم سنه ما نعرف لكم سنه وهو دا يقول لك كالكوليت الفلاد ماجنيتيود ذات ستريم لالف سنه معناته شنو معناته انت هنا العدد القيم اللي انت اخذتها وحسبتها ما تقدر تفرضها اقل من المئة يعني عدد الريكورد اللي انت عندك هنا بهيك نوع من السؤال اللي هو نعطيك الاكس بار والستاندرد ديفيشن ما نعطيك عدد السنين اذا انت هنا ما تقدر تجي تخمن اقل من القيم العليا يعني هسه انت اذا تجي تقول لي 200 يعني اذا تجي تقول لي 50 سنه يجي واحد يقول لك ليش 50 سنه ليش مو 75 سنه وطيب ليش 75 سنه ليش مو 100 ليش مو 1000 سنه تاخذها حالها حال الريتيرن بيريد ما هو هذا السؤال فيما لو انطاك الريكورد تمشي على الريكورد ايش قد ريكورد انت عندك وتمشي عليه لكن هنا أنا بهذا السؤال ما نعطيك الريكورد انت وين تروح اذا ما نعطيك الريكورد احنا دائما نروح الى الماكسيموم الى القيم العليا نعم 1000 سنه اي نعم اخذها 1000 سنه وانا ما عندي اكثر من 100 اخذها حالها حال الريتيرن بيريود اعتبر انه انت عندك ريكورد ل 1000 سنه اي نعم واشتغل عليها فنعم تروح الى القيم العليا لـ Y N و S N لكن بسؤالنا ما عندك هذا الخيار ليش؟ لان انت عندك 20 سنه فقط 20 سنه ولهذا تروح لل Y N و S N بالنسبه لل 20 سنه فبالنسبه لل Y N راح تكون قيمتها 0.5236 وبالنسبه لل S N راح تكون قيمتها 1.0628 هذه مجرد تجي تدخلهم بالمعادله معادله الـ K راح تطلع عندك قيمة K للسبلوي هي 6.35 وقيمة K بالنسبة للووتر واي هي 5.52 أحمد شيك الحل اللي عندك
وشوف ايش قد القيم مالت الفيضان اللي تطلع عندك بالنسبه للسبل واي راح تكون قيمته 7209، وبالنسبه للووتر واي راح تكون قيمته 6460 متر مكعب بالثانيه. هذا هو حل السؤال. عفوا استاذ، سؤال واحد زين استاذ، اذا اني انت قلت لي صممي، يعني اني عندي قراءات مال 20 سنه وقلت لي صممي لي مثلا سد، زين اني استدخل ما اصمم على ال 20 سنه، راح اصمم على 100 الاف على الالف، او اصمم المجرى الصحي على 100 يعني، بس اعتمد على القراءات ال 20. نعم يعني انا استاذ انا هيك افتهمته وهيك سويته. هو هذا احنا نعتمد على القراءات ال 20 اللي عندنا، اي، ونصمم على 100 سنه وعلى 1000 سنه، ونصمم على 100 لا 1000 سنه منين؟ ما 1000 سنه للسد للسبيلاوي. الألف سنة هو الستاندر لتصميم الاسبلوي، لكن إذا عندك قراءات حقيقية مسجلة وده تحسبين الحسابات وده تطلع قيمة الفيضان المحتمل يجيك هي لألف وخمسمية، لألف وخمسمية سنة أو 1400 سنة، أنت هنا كمصممة وين ترحين؟ ترحين للأدنى ولا للأوطأ؟ عوفي هاي خلي أجيش على الكونكريت، أنت عندك أحمال بالكونكريت مقدارها 50 كيلو نيوتن، وانت تعرفين انه الاريا اوف ستيل بالكونكريت لهاي ال 50 كيلو نيوتن هي تساوي لك خلينا نقول 630 او 620 ملم مربع الاريا اوف ستيل، خوش حكي. لكن لما نيجيش بالسؤال انه اكو احمال اضافيه راح تجيك، انت راح تبقين مصره على 600 ملم area of steel اللي راح ترجعين تحسبين area of steel جديده. رحم الله والديك، انا هيك فهمت استاذ، يعني انا هسه من دا اقول انت اعطيتني 20 سنه وراح اصمم، انا هيك فهمت استاذ، انت اعطيتني 20 سنه واني دا اصمم مثلا سبيلاوي، فراح اني الادنى شيء للسبيلاوي هو 1000 سنه، وللمجرى الصحي هو 100 سنه، وادنى شيء 50 سنه، فاخذت حسب القراءات الموجوده عندي لل 50 ولل 100 ولل 1000 واشوف ايش قد راح تجيني نسبه مال الفيضانات. انا استاذ هيك فهمته وهيك حليته. ال 20 سنه، ال 20 سنه اللي نعطي يعني اللي انطيناها بالسؤال هي فقط لاستخراج السيجما ام ناقص 1 والاكس بار، هذا اللي استفادينا. نعم هذا اللي استفادت من عنده، لكن الريتيرن بيريد ايش قد؟ يعني انت هاي ال 20 سنه اللي عندك هذه ما لها علاقة بالريتيرن بيريد، يعني هسه لو تجين تشوفين انت حسابات الريتيرن بيريد هي ما لها علاقة بال20 ولا بال40 ولا بال50، لا استاذ ما لها علاقة. انا اخذت عافية بالضبط، هذا رقم بالضبط. اذا الريكورد اللي عندنا احنا نستخدمها فقط لايجاد الاكس بار والسيجما ان ناقص 1، سواء كانت 20 سنة 40 سنة 50 سنة 1000 سنة 100 سنة، هذه مجرد ناخذها ناخذ الاكس بار والسيجما ان ناقص 1 ونعتبرها، هذا رقم واحد. رقم اثنين، قيمة هذه او عدد هذا البيانات اللي عندي هنا اروح اطلع من عندها قيم الواي ان والاس ان اللي تدخل بمعادلة الكي. تشوف هنا الربط صار، هذني كلهن حتى شو اطلع من عندهن؟ حتى اطلع من عندهن قيمة واحدة XT. لكن بداية هذه سواء 20 ولا 30 سنة يعني ما راح تدخل عندي بالريتيرن بيريد. الريتيرن بيريد راح يحددها شغلتين، أولا نسبة الخطر اللي أنت ترديه بالمشروع، اثنين عمر المشروع. بالضبط أستاذ، أنا هيك سويت هاي إذا صح. أنا بعد ما شفت أستاذ هسه يعني شايف الحل والله، شفت بس مال أحمد أستاذ يعني وما لأن هو أول واحد قدمه، وشفت مال يمكن وراء احمد جبار كان مقدم، شفت اكو طريقتين مختلفه بالحل، فاللي هنا انا وقفت قلت بعد ما اكمل خلي اشوف الطلاب اول مره وبعدين اراجعهم. نعم هسه انت بدك تمشي بس بوا على حلي، بس شوف الخطوات صحيحه لو لا. ثاني ما دام امشي والله قاعد استاذاني خطوات نفسها بالضبط والفكره كلها فاهمتها، بس ما عدا فكره ان انا كنت يعني خطا، حتى الحل تقريبا صحيح كله نفس الخطوات، بس فكرة N أنا كنت يعني فاهمتها خطأ. هي سمبل عدد العينات، أنا عبالي أنه 100 سنة وأخذ أكبر قيمة للأس N والأس Y. لا 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 Y bar S N 0.5485 هذا بالنسبة للأكويدكت.
كلام عندك غلط أزهار. عفوا أستاذ وين؟ هذني القيم واي واي إن وإس إن. أخذت للخمسين وللمئة وللألف. لا عزيزتي لا 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 عيني هذني هذني القيم هذني ما إلهن علاقة لا بالريتيرن بيريود ولا إلهن علاقة بعمر المشروع. فهمتك أستاذ، هذا إلها علاقة بس في القراءات مو؟ ألف بالضبط. فأنت شو مسوية؟ أنت مرة ما أخذها 50 سنة أستاذ، أنا عبالي يعني إلها علاقة بذيك صحيح لا. ومرة ما أخذها 100 سنة. فهذني هنا هنا دا يقول هذا هو سامبل سايز، هو مجرد العينات إيش قد عندك. هذا هو هذا هو مقدار العينات عندك. 20 سنة 20 سنة، 15 سنة 15 سنة، 10 سنوات 10 سنوات. كفهم فاهمته مو أستاذ؟ فاهميها كلكم فاهميها، لكن طريقة الحل مالتكم كلها صحيحة أكثر. بس الخطأ أن الجدول إحنا ما فهمنا أنه هو هذا الجدول بس للقراءات. نعم نعم نعم، الجدول هو الخطأ بأخذ القراءات. هذا إن شاء الله ما راح يكون عندكم بعد مرة ثانية خطأ، لأن حتى إذا يجيكم سؤال بالامتحان ما راح يجي أصعب من هذا. هذا واحد هو من أصعب الأسئلة اللي تجي بالتصميم من الناحية الهيدرولوجية، إنه شلون نختار الريسك أناليسز. ممكن قلت لكم يعني أنا السؤال اللي إجاكم بالمثال يختلف عن هذا اللي إجاكم بالمثال. أنت طلعت الريسك بيرسنتج مالته، هذا هنا أنا هو ناطيك الريسك بيرسنتج، وتروح أنت تطلع الريتيرن بيريد وتشتغل عليها بالعكس كأنه ما مقلوب. أستاذ مازن تسمح لي؟ نعم نعم. بس يعني الاسئله قريبه عليك يعني ما معقول احد يحط لي خطا. انا يعني بس بالان ما اخذها خطا. انا يعني ما احط لك باوع، انا يعني ما احط لك خطا. انا لا صفر، اذا مو صفر مو قبول. لا لا تدري شلون انا بالنسبه لي انا ما راح احاسب انا على هذا الشيء. يعني هذا هذا المهم انه انت فاهم الفكره، لكن انا مو هاي مشكلتي. انا مشكلتي لما راح يجيك بالنهائي تعليم يعني امتحان إلكتروني وراح أجيب لك الـ الأجوبة تتحمل كل الاحتمالات اللي أنتوا تفكرون بها. يعني أنا أعرفك أنت تفكر بالقيمة العليا، راح أجيب لك ناتج يتحمل القيمة العليا، هذا رقم واحد. وراح أجيب لك ناتج يتحمل القيمة الصحيحة اللي هو YN وSN اللي ماخذها من هذا الجدول ماشي. وراح أجيب لك ناتج لما أنت تفكر أنه 75 سنة تروح تأخذ الـ N من هذا الجدول قيمته 75، وراح أجيب لك يعني حل أو راح أجيب لك ناتج يتحمل مثل ما قالت أزهار 50 و100 سنة. فأنت هنا كل هالحلول اللي يشتغلان عندك، فأنت شلون ما تحل؟ تحل صح تحل غلط راح يطلع عندك الناتج وتخلي لي الناتج وهو الإلكتروني ينطيك الصفر. والله مو أنا أستاذ مازن مويت، أنت حتى تعب يعني أنت مرة تعوض ريت أقول لك أريد التعبك. لا لا باوع أنا أحل بالأكسل، أنا ما عندي مشكلة أنا أحل بالأكسل. يعني شوف هسه أنت هاي 2004 باوع اللي انتبه لي على هذني الأرقام الاثنين، فأني ما ولا راح أتعب. يعني هذا مجرد أغير ألف هذني القيم يتغيرن عندي مباشرة لأنه أنزل لك إياهم بالتعليم الإلكتروني بالأسئلة وينتهي الموضوع. أسهل منها ماكو ترى عندي. والله يراد إنه كورس على الأكسل. أيوه والله. فليش ده أقول حسبنا على ان اذا هسه نفس الخطوات ثاني تقريبا كل شيء يعني بالضبط 100% بس مجرد الان. يعني ما اطبركم 3 و2، يعني ممكن 4 ممكن 5. استاذ هو يمكن يمك تقدر تشوفه يعني بالضبط نفس الخطوات مجرد الان انا ما فكرت بيها هيك، فكرت بيها انه اكثر من 100 سنه شفتها كل يعني اغلب يعني 4 5 من الطلاب شفتهم حالين. نعم هي هذه الأخطاء اللي صارت عندكم بالحل، لكن مثل ما قلت لكم يا شباب إنه الأهم إنه بالامتحان النهائي هذه سجلوها الملاحظات. بالامتحان النهائي تخلون في بالكم ترى أنت السؤال تحله صح تحله غلط أنت راح يطلع عندك جواب، واحتمال نفس الجواب يطلع عندك، لكن يعني شلون الفكرة يعني خطأ فكرة ثانية يعني لأن عدة أفكار فانت الفكره الصحيحه لها حل. انت تخيل عندك سؤال ام سي كيو مثل هذا السؤال واجي اقول لك انطيني الماكسيمم ماجنيتيود للسبل واي، انت راح تجي تحله وراح تروح تاخذ القيمه العليا لواي ان واس ان ويطلع عندك جواب وتلقى جواب موجود. ماكو داعي بعد انت اني الان لو مكانك ماكو داعي اروح اشيك اقول لا اني حال صح وطالع هذا الجواب واختاره.
يجي يمكن منتصر لا يقول لي اني ليش دا اروح للقيم العليا لواي ان واس ان، خلي اخذهن من الجدول على 20 سنه يحلل السؤال على قيم واي ان اس ان ل 20 سنه يلقى الحل عنده بالام سي كيو ويختاره. راح تجي لمياء تختار نفس الشيء، تجي ازهار تختار حسب الفكره مالتها. اني هاي النقطه اللي اريد اوصلها وياكم انه تنتبه على هاي الشيء، هيش نقاط لان هاي تغلطك بالامتحان. واكو شغله ثانيه بعد، يعني ممكن يجيك الريسك استاذ يجوز نفسه بس ريسك مفقود. لا لا، ممكن يجيك السؤال هو كالاتي: الريتيرن بيريد 50 سنه وعمر المشروع 50 سنه وعدد السامبلات 50 سنه، فانت اي 50 تدخلها راح يطلع عندك جواب، راح يطلع عندك حل. لكن راح يجيك السؤال بالصيغه الاتيه: ايهما اكثر دقه؟ فانت وين تروح هنا بهيجي حاله؟ ثلاث اربع ارقام هي 50 50 ب 50 ب 50، وين ما انت تدخل الارقام راح يطلع عندك جواب صحيح. بس من هو الاكثر دقه بيناتهم؟ هل هو الريتيرن بيريد ال 50 سنه؟ لو هو عمر المشروع ال 50 سنه؟ لو هو عدد السامبلات ال 50 سنه؟ لو هو شنو ال 50 سنه هذا؟ او هو الرقم ال 50؟ نعم. لا عوده استاذ هي اكثر شيء تكون فتره عوده 50 سنه مقبوله عادي، شكو بيها. وعمر المشروع بس يكون هي تكون اي بس تكون افضل شيء الاعتماد على البيانات، غير هي اللي الدقه الاكثر تكون باعتماد على البيانات المفروض. لا على الريسك على 50 سنه، على 50 سامبل عين يا هو الاقل، يا هو الاقل تعطينا لا تعطينا اكثر دقه 50 عين. مو هذا قصدي، قصدي شنو؟ قصدي انه بهذا السؤال صارف عندنا ارقام، عندنا 1000 سنه وعندنا عمر المشروع 75 سنه وعندنا الريسك 5% وعندنا السامبل 20 سنه، تمام لو لا؟ انا هذا قصدي، لما اجيب لك فتره العوده 50 سنه، اجيب لك عمر المشروع 50 سنه، اجيب لك عدد البيانات 50 سنه، اجيب لك المخاطر 50%، فهذني كلهم 50%، يعني 50 50 50. فانت ايش راح تتناقش ويا صاحبك؟ اي رقم 50 انت تدخله هو عادي صحيح الرقم انت 50 تدخله، بس هو الناتج الصحيح وينه؟ فهنا تديرون بالكم على هاي السوالف، يعني لازم تعرف الان سمول هي شنية، الان كابيتال هي شنية، فتره العوده وين استخدمها، هذا الجدول هو ايش يشمل، هل هو فتره عوده لو سامبل سايز. فهنا تنتبه على الحل مالتك. يعني على سبيل المثال لو اني اجيب لك هذا السؤال اللي هو كله 50 50، ممكن يعني لمياء تروح تاخذ السامبل 50 سنه وتجي مثلا ازهار تاخذ الريتيرن بيريد 50 سنه وتجي يجي مثلا احمد ياخذ عمر المشروع 50 سنه وتجي مثلا اجي اني اخذ يعني المخاطر 50%، كلها راح يتمحورا على هذا الرقم، بس هو من هو الصح؟ انت يا هو راح تاخذ. فهنا نبدي نقول لا ناخذ السامبل سايز اللي هو ال 50 سنه حتى نطلع قيم الواي ان والاس ان من هذا الجدول. هيك نوع من الافكار ومن الاسئله، خليها في بالك لما تقرا الامتحان، واتمنى انه تكون سجلتها يمك هسه هذه الملاحظه. تمام. اكو سؤال يا شباب على هذا الموضوع قبل ما انتقل للمحاضره؟ هو استاذ انا يمكن اربع مرات خمس مرات قد المحاضره مالتك، بس ما يعني ما انتبهت الا انه هذا الجدول بس للقراءات اللي موجوده عندي. يعني عبالي لاي اي شيء، يعني ال 75 لل 100 لل 1000 ارجع هنا على هذا. تحدي اذا عندي قيمه اكثر اروح على هيك. يعني افتهم استاذ. خليني ورا الفطور ان شاء الله راح ادزلك اياها بيا دقيقه وبيا يعني بيا هو بالفيديو، بس وين بيا دقيقه انا حاكي بهذا الموضوع. واذا اكو واحد من الشباب يتذكر هذا الشيء يا ريت يقول لنا، بس انا يعني هسه اقول لك اياها بيا دقيقه يعني وين بالضبط. عموما يا شباب لا تشيلون هم هذا السؤال، يعني شيء بسيط هذا. تمام. نرجع للمحاضره مالتنا يا شباب. اليوم ما راح نطول وياكم كونها اخر محاضره قبل او يعني خلال شهر رمضان واخر محاضره قبل العيد، فما راح نطول وياكم ولا راح نروح بها ان ديب. المحاضره اللي كانت عندنا بالاسبوع الماضي هي الموديول التاسع اللي هو الفلود راوتينج، وتكلمنا عن الفلود راوتينج وليش نستخدم الفلود راوتينج وشنو انواع الفلود راوتينج، وحكينا على هذا الرسم وقلنا هذا الرسم شنو معناته، وحكينا على المعادلات الكونتينيوتي ايكويشن والموشن ايكويشن.
اثنين هنطبقهن حتى نسوي الان ستدي فلو. وحكينا تكلمنا عن الهيدرولوجيكال ستورج راوتينج اللي هو الراوتينج اللي يصير بالسدود. وصلنا الى المعادلات الوضعيه او المعادلات او الموديلات الرياضيه اللي نقدر نحل بيها الريزرفوار راوتينج. كان المفروض اليوم ناخذ البلس ميثود ويا المثال مالته، لكن اليوم راح نكتفي بس بشرح البلس. ما اريد ادخلكم اليوم اخر يوم رمضان، اخر ايام رمضان، ما اريد ادخلكم بهذا الموضوع. راح نشرح الطريقه على السريع ونعوف المثال ان شاء الله الى ما بعد العيد اذا الله خلانا طيبين. البلس ميثود هي واحده من الطرق اللي نستخدمها في الراوتينج. عندنا ثلاث او اربع طرق رئيسيه. اول واحده من الطرق المهمه اللي هي البلس. ثاني طريقه عندنا الجوردش ميثود. اعتقد راح نكتفي بهذه الطريقتين اذا ما اضطرينا انه نروح الى الطريقه الثالثه اللي هي الموديفايد ريزرفوار راوتينج. عموما البلس ميثود هي واحده من اقدم واسهل الطرق اللي موجوده بالراوتينج. تعتمد هذه الطريقه بصوره اساسيه على نفس البيان او نفس البارامترز اللي اخذناها بالمعادلات الاساسيه اللي هي الان فلو والاوت فلو والدلتا ستورج خلال زمن معين، لكن بلس ميثود تجي تحور هاي المعادله بالطريقه الاتيه. يقول لك بلس انه حجم الان فلو الوارد، انت عندك الان فلو الاول والان فلو الثاني، هذا الان فلو الاول والان فلو الثاني، هذني مجموعهم على 2 مضروب في الدلتا تي، هذا يطلع لك حجم المي الوارد الى الخزان. حجم المي الوارد الى الخزان، ليش؟ لان الاي هو متر مكعب على الثانيه، فلما اضربه بالثانيه بالتايم راح يطلع لي متر مكعب. بدايه الفيضان او بدايه ما تدخل الموجه الفيضانيه الى الخزان او الى الريزرفوار او الى الشانل، نتكلم بشيء هيدرولوجي بحت ما لنا علاقه بالسدود. لما تدخل هذه الموجه الفيضانيه، معدل الجريان بالنسبه للزمن لما راح اضيفه الى الخزن الابتدائي الموجود عندك سواء بالخزان او بالشانل، مطروح من عنده الاوت فلو او معدل الاوت فلو، اوكي، في التايم، لان هذا هم راح يطلع لي حجم. فحجم الوارد زائدا حجم الخزان ناقصا حجم الاوتلت مالته راح يطلع لي خزن جديد واوتلت جديد. يعني الانلت زائدا الحجم اللي عندك او الستورج اللي عندك ماينص الاوتلت راح يكون هو نفسه الستورج الثاني لما اضيف للاوتلت الثاني. هذه هي بشكل مبسط، بشكل جدا بسيط، مفهوم معادله الموديفايد بلس ميثود لاستتباع الفيضان. هنا هو شنو يعني شلون نحلها هذه المعادله؟ نحلها بالطريقه الاتيه. انت عندك في كل خزان او في كل نهر عندك الريتنج كيرف. الريتنج كيرف هو قلنا عباره عن علاقه بين الاليفيشن والديسشارج، هذا هو الريتنج كيرف كلنا نعرفه مثل ما تشوفوه هنا قدامكم. هذه العلاقه، هذا الخط اللي بيه دوائر، يعني دوائر بيض، هذا هو العلاقه مثل ما تشوفون، هو كيو versus elevation، علاقة بين الكيو الاوتلت او الاوت فلو ويا الاليفيشن، فهذا هو نسميه ريتنج كيرف. هذا اول شيء نسوي لكل خزان او لكل نهر، انت هاي العلاقة المفروض ترسمها. يعني بالسؤال راح يجيك او بالمثال او بهيج نوع من الامثلة، انت لازم تكون عندك العلاقة بين الستورج والاليفيشن وبين الديسشارج والإليفيشن، هذن العلاقتين لازم يكونون موجودين عندك حتى تقدر تحل مسائل استتباع الفيضان. فبداية أنا لازم أجي أدور على علاقة بين الستورج سواء بالنهار بالشانل ولا بالست، هو ستورج نفس الستورج، فالعلاقة بين الستورج والإليفيشن والعلاقة بين الديسشارج والإليفيشن، فهذني العلاقتين راح أرسمهن
مع بعضهن ماشي، حتى اطلع هذا الباراميتر اللي هو الاس الستورج زائدا كيو على 2 كيو دلتا تي على 2. الاس انت اوريدي عندك هنا اس، والكيو انت اوريدي عندك هنا كيو، مجرد تقسمهن على 2، تقسم الكيو على 2 وتضربه في دلتا تي، فراح يطلع عندك كيرف هذا المقدار اس زائدا كيو دلتا تي على 2 مقابل الاليفيشن. هذا المقدار هو من هو؟ هذا المقدار هو الجزء الثاني او الطرف الثاني من المعادله. واضحه هاي؟ تمام، هذا اول شيء عندنا. رسمنا هذا الكيرف اللي هو هذا الكيرف، هذا الكيرف اللي بيه دوائر باللون الاسود. نجي هسه على نفس البلوت راح نروح نرسم الاوت فلو ويا الديسشارج، او الديسشارج ويا الاليفيشن اللي قلنا عليه. هذا هو الكيرف اللي راح يكون فوقه. فراح يكون انت عندك في نفس الرسم راح يكون عندك كيرفين. الكيرف الاول هو الستورج زائد ان كيو على 2 دلتا تي، والكيرف الثاني راح يكون عندك الاوت فلو او الكيو مقابل الاليفيشن. من الطبيعي والبديهي راح يكون هذا الكيرف هو اعلى من هذا الكيرف. ليش؟ لان هذا الكيرف هو الكيو مقسم على 2، نضيف للستورج ممكن في بعض الاحيان يكون الستورج قليل، فراح يكون هذا الكيو هو اعلى من عنده. هذه هي الخطوه الثانيه لحل البلس ميثود. الخطوه الثالثه، صار عندك الستورج والاليفيشن والاوت فلو ديسشارج هذني كلهم موجودات ماشي، راح نروح ناخذ الاي، الاي 1 زائدا الاي 2 على 2 دلتا تي، واجمعهم ويا اول قيمه لهذا الكيرف اللي هو باللون الطوخ، اللي هو كيرف الستورج زائدا كيو دلتا 2. يعني القيمه هنا ايش قد عندك تقرا صفر، راح تضيف لها قيمه الاي 1 زائدا اي 2 على 2 دلتا تي، وراح يطلع عندك المقدار الثاني اللي هو اس 2 زائدا دل زائدا كيو 2 دلتا تي، راح يطلع لك قيمه جديده للطرف الثاني من المعادله. راح تطلع لك قيمه جديده للطرف الثاني من المعادله. تروح بعدين وراها الى الخطوه رقم 4 اللي هي انت عندك الاليفيشن، فتروح تقرا الاليفيشن المقابل لهذه القيمه الجديده اللي طلعت عندك. يعني انت هنا عندك القيمه الاولانيه مقدارها خلينا نقول صفر، راح تجي تضيف لها اي 1 زائدا اي 2 على 2 دلتا تي، خلينا نفترض انه راح تطلع لك 3.5. ال 3.5 راح تسقطها على هذا الكيرف الاول اللي هو هذا الكيرف اس زائدا كيو على 2، تاخذها تطلع من عندها الاليفيشن. الاليفيشن ايش قد راح يقرا عندك؟ راح يقرا عندك تقريبا 100، يعني 100.4. ال 100.4 ترجع تسقطها نفسها على الكيرف القديم او كيرف الاليفيشن، وتقرا من عندها الاوت فلو ايش قد راح يكون عندك. فهي عمليه بين حسابيه بين كيرفين اثنين، تاخذ القيمه الاولى من الكيرف الاول تجمعها ويا الاي 1 زائدا اي 2 على 2 دلتا تي، راح تطلع القيمه الاولى للكيو، ترجع تطرحها من الاس، هاي بالخطوه رقم 5 ديدكتنج كيو، تطرحها من نفس المقدار اللي طلع عندك بالخطوه رقم 4 او بالخطوه رقم 3، تطرح من عندك كيو، راح يطلع لك المقدار الاول بالمعادله اللي هو ماينس، اللي هو منه؟ اللي هو هذا المقدار. هذا راح يكون بالنسبه للخطوه رقم 2 اللي ترجع تجمع وياه الاي 2 اي 1 زائدا اي 2 على 2 حتى تطلع هذا المقدار من جديد، وتعيد العمليه نفس العمليه تعيدها من جديد، وراح بالتالي راح تطلع عندك انت كيرف هايدروغراف، راح يقول لك هذا الهايدروغراف هو الهايدروغراف اللي انت على اساسه راح تسوي استتباع للفيضان سواء بالشانل او بال الريزرفوار. نعم معقده، الشرح مالتها معقد ما مفهوم بشكل واضح. اذا ما نروح الى المثال اللي نعطيكم اياه اني هنا، وان شاء الله راح نحل هذا المثال بعد العيد،
إذا الله خلانا طيبين، وراح تشوفون إيش قد هي عملية سهلة، مجرد أنت الخطوة الأولى ضبطتها الباقي كلها حسابات اعتيادية، جمع وطرح، ما عندي أكثر من الجمع والطرح. وبعدين بالتالي راح ترسم القيم اللي أنت عندك وتطلع من عندها الهايدروغراف. فقط بس أنه تشوفون بالنسبة لهذا السؤال، هو ريزرفور، هو خزان، أنت عندك الإليفيشن وعندك مقدار الستورج ومقدار الأوت فلو وعندك الإن فلو، هنا كل هالقيم جاهزة عندك، فمجرد راح تطبق هذه المعادلات اللي موجودة بالبولس ميثود. إن شاء الله راح نطبقها سوية وراء العيد ونحل هذا الموضوع، وبعدين ننتقل إلى طريقة جوردش اللي هي الطريقة الثانية باستصفاع الفئران. اللي هنا أنا أعتقد الموضوع كافي لهذا اليوم. ما